بس والله ما كان في مكان فاضطريت اصبط وراك سوري. ما لقيت الا سيارتي انا توقف وراها ليش؟ معلش انا اسف والله ما اقصد والله بس ما في مكان ما يخالف حقك. وانا مثل ما نطرتني 10 دقائق انا ما راح اتحرك من هنا وهذه قاعده وما راح اتحرك وسوي اللي تبي وفي الخير حرك السياره. يبا قلت لك اسف خلاص شنو اسوي لك يعني؟ شنو شو تسوي لي؟ انا قاعده هني مثل ما نطرتني راح انطرك. يعني الموضوع صار اطق ستوب بعيد انا؟ خلاص لا تكسر حكي. شوفي عاد انا بروح احط جنطتي لو سمحتي شيلي اغراضك وشوفي سيارتك لو سمحتي. انا قلت لك لو سمحتي السياره وما راح اتحرك من هنا. انت وايد ماخذه مغلب بنفسك على فكره لو سمحتي هذه اغراضك يلا تروح سيارتك لو سمحتي. شلون تدق جنطتي بالارض؟ لو سمحتي شلون تدق جنطتي بالارض؟ شلون تدق وخري يدك تحت. اي يا حاتيك تحت انا خبلك ايش فيك انت؟ لا تسد وخر ايدك لا تمد ايدك علي لا تمد ايدك احمد 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 يلا 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 يل